ما تفسير قوله تعالى إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله؟ نعم، هذه الآية من سورة طه. قال الله عز وجل إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. أنت تعلم أن نبي الله موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وقد ذكرت قصة موسى في القرآن أكثر من قصة أي نبي آخر، فقد تكررت قصة موسى قرابة 30 مرة، وقد ذكر موسى عليه السلام في القرآن 36 مرة، فكان أكثر الأنبياء ذكرا، حتى قال بعض أهل العلم كاد موسى أن يذهب بالقرآن، ومنهم من قال كاد القرآن أن يكون لبني إسرائيل، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وذلك أنهم اختلفوا في كثير من الأشياء حتى لعن بعضهم بعضا فنزلت الآية. والمعنى أن هذا القرآن يبين لهم ما اختلفوا فيه لو أخذوا به، وذلك ما حرفوه من التوراة والإنجيل، وما أسقطوه من الأحكام والأوامر في كتبهم. وهذه الآية التي سألت عنها وهي في سورة طه، وتعلم أن سورة طه بدأت بالحرفين طه، وقد سميت بعض سور القرآن بما بدأت به من حروف كياسين وصاد وقاف ونون. وقد ذكر الإمام السيوطي في كتابه الإتقان، وهو كتاب جليل، قال فيه عن سورة طه أنها تسمى سورة الكليم، لأن قصة الكليم موسى عليه السلام ذكرت مبسوطة في هذه السورة من أول ميلاده في مصر إلى خروجه مهاجرا إلى مدين هاربا من بطش فرعون وملئه، ثم إلى عودته إلى فرعون والمواجهة بينه وبين السحرة وانتصاره عليهم وخروجه ببني إسرائيل وإهلاك فرعون وجنودهم. وسورة طه سورة مكية ركزت على أصول الدين والعقيدة والإيمان والتوحيد والرسالة والنبوة والبعث والنشور، وكذلك هذه السورة تشد من أزر النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى يقوى على ما يلاقيه من قريش من التكذيب والعناد والاستهزاء، وأن عليه البلاغ وعلى الله الحساب. قول الله عز وجل إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، وذلك أن موسى عليه السلام لما استقر عند آل فرعون عرضوا عليه المراضع فأبى. قال الله عز وجل في القصص وحرمنا عليه المراضع من قبل، ثم هنا في طه يقول جل ذكره إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، ومعنى كلام أخت موسى عليه السلام هل أدلكم على من ترضعه لكم بالأجرة، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، فذهبت به وهم معها إلى أمه عليها السلام، فعرضت عليه فديها فقبله صلى الله عليه وسلم، ففرحوا بذلك فرحا شديدا، واستأجروها على إرضاعه، فنالها بسبب موسى عليه السلام سعادة ورفعة وراحة بال في الدنيا وأجر عظيم في الآخرة، جعلها الله عز وجل من المؤمنين. ولهذا جاء في الأثر مثل الصانع الذي يحتسب في صنعته الخير كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجره. وقول الله عز وجل وقتلت نفسا يعني القبطي المصري، فنجيناك من الغم، وهو ما حصل له بسبب عزم آل فرعون على قتله، ففر منهم هاربا حتى ورد ماء مدين، وزوجه الله عز وجل هذه المرأة الصالحة بنت الرجل الصالح، وقيل أنه شعيب والعلم عند الله. وقال له الرجل الصالح بعد أن قص عليه القصص لا تخف لا تخف نجوت من القوم الظالمين.
وفتناك فتونا، وذلك ما أصاب موسى وأمه وأخته من فتن فرعون وقومه، ثم نجاه الله عز وجل من ذلك كله. فلبثت سنين في أهل مدين، يقول تعالى ذكره مخاطبا لموسى عليه السلام أنه لبث مقيما في أهل مدين فارا من فرعون وملئه، يرعى على صهره الغنم حتى انتهت المدة وانقضى الأجل، ثم جئت على قدر يا موسى. فيها أقوال للمفسرين، إما جئت على قدر الرسالة من العلم والحكمة والإيمان، أو جئت موافقا لقدر الله وإرادته من غير ميعاد،